مساء الخير، كيفكم؟ شو الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ضمن هالفيديو، لانه من فتره للتانية انا بعمل بلازما خصوصا للمنطقه تحت العين لاسباب كثيره، بخصوصا بالنسبه للمنطقه تحت العين عاده بالمجمل. فقلنا البلازما هي البلازما الغنيه بالصفيحات، بليتليت ريتش بلازما. بلازما إلى فوائد أساسية تنبع من لما نحن بنستخدم أو نستخلص البلاد، نعمل سنترفيوجيشن، بيبقى عندي أنا الفوق. طبعا في عدة طرق للفصل، منها الطريقة الميكانيكال، ومنها الطرق اللي بتعتمد على الجل، تعتمد مثل ما حكينا من قبل ضمن فيديوهات سابقة انه مو اي تيوب بتستخدمه انه هو للبلازما، بيتبع كتير مواصفات إضافة للتعقيم. مو أي تيوب بتحط له جل وبتستخدم حتى كثافة سخانة الجدار، قديش الجدار أملس بشكل ما يخلي الصفيحات تتكسر. إذا في أسباب كتيرة بالنسبة للبلازما. في منهم بيقولوا لك طيب مو دمي، لا هي مو أكتر من الدم، هو الإكستراكشن، طريقة الفصل. في ناس بتجيب تيوب مثل ما حكينا وبتحط فيه جيل، ممكن يكون جيل شعر، وبعدين بتحط فيه انتيكواغولانت سيتريك اسيد، قلنا يمكن ما حقه 20 30 40 ريال، وبعدين هو نص لتر، يعني بيأدي مثلا انت بدك تحط نص سنتي بيأدي 100 شخص. لا هو مو هيك الموضوع. الفائده من الصفيحات لما البليتلس لما بتستخلصها بقلبها جروث فاكتورز، عمام النمو اللي هي بتنشط البشرة، بتفيد بعلاج التجاعيد، إلها استخدامات كتيرة مثل ما حكينا، بالفاين رينكلز رح نحكي، التصبغات، سكارز، الندبات، يعني البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، التصبغ التالي للالتهاب، بتساهم في علاج تصبغ الكلف، الندبات بانواعها، بالاضافه الى وظائفها بالنسبه للشعر، اطاله كمان شعر الرموش، اذا ممكن تغذي او تعزز اللحيه، ممكن نضيف معها ميزوثيرابي، ممكن انا اعمل انا معها الديرمابين. هلا بنحكي شوي عن فوائد الديرمابين. هلا عادة بالمجمل رح ابدا بحق المنطقة تحت العين. أنا عادة بالمجمل بركز على حقن المنطقة تحت العين، مثل ما قلت سابقا، هي مجمل أنه بعمل بلازما تقريبا كل أسبوعين ثلاثة، والسبب أنه تغذية المنطقة تحت العين، تخفيف التصبغات ويخلي الجلد أكثر مرونة. طبعا أكيد لما بدك تحقن، خصوصا لما بتحقن لنفسك، رح تحس بدماء أكيد. تمام، لسه أنا مكمل بحقن المنطقة تحت العين. انا عادة بعتمد على انه اعمل ديستنشن اوف ذا سكين، مدد الجلد اكثر، فلا تتضايقوا اذا كان اوفر. عادة بالنسبة للشخص العادي ممكن الثاني ما احقن هالكمية الاوفر. تمام، عادة بالنسبة للبلازما نحن بعدها البلازما بعدها نحن ما بنجفف، ونترك البلازما خصوصا اذا انا بدي اعمل مع الديرما بين، فنترك نحن البلازما تمتص على الوجه فترة الامتصاص، مثل ما قلنا خصوصا لما بدنا نعمل زومبي فيس ليفت، احنا ممكن نترك البلازما تمتص لمدة 8 ساعات.
هلا اكيد عاده انت عم تحقن منطقه تحت العين، منطقه حساسه، اكيد بده يصير بعدها تورم، راح يصير في كدمات، يعني تغير باللون. هذا مو خطا بالطبيب، لازم تعرفه، خصوصا اذا كنت بتتناول ادويه، مسكنات، فيتامينات، اسبرين، كلوبيدوغريل، ومضادات صفيحات يعني لمانع الجلطات، فيتامينز، من فيتامين اي، فيتامين سي، بعض انواع الاطعمه مثل الثوم، الحب الهال، حب الهيل، الثوم، الجارليك، الزنجبيل، كله بتميع الدم. في بعض الأدوية اللي بتاخد فيها بعض الأدوية اللي بتاخدها مثلا فرط نشاط الضرق كمان بيميع الدم، فلازم تنتبهوا لهذا الشيء. مو انه غلط الطبيب ومو انه الجلد تأذى وصار معكم مشاكل. مثل ما قلنا عادة المنطقة تحت العين حساسة، ممكن يصير أكيد بده يصير في كدمات، يعني تغير باللون، هذا الجلد متأذى. تمام، أنا مكمل بحقن المنطقة تحت العين عادة بالمجمل، أنا هي أكثر منطقة بركز عليها. هلا بالنسبه للليفتينج غير الجراحي، بالنسبه للوجه عاده بالمجمل لازم نرفع هذه المنطقه بالنسبه للخدود وعدم عظمه الخدين. بالمجمل ما كثير بقي بلازما، ولكن بالمجمل راح اعطي هذه الملاحظه. يحقن بلازما كمان، تحقن بلازما في اماكن حقن، تحقن بلازما في اماكن حقن البوتوكس والفيلرز. يعني شو رح شوف شو باقي وعلى اساسها نحكي. رح اعطي مثالين، هذول اللي بيقولوا لك، بيجوا بيقولوا لك وجنات، شو قصدك بالوجنات وشو قصدك بالوجنات؟ هن قصدهم عظم الخد. عظم الخد انتبهوا، لا بيصير، ما بيصير ابدا بالفيلر، ما بيصير، ما سوري، ما بيصير بالدهون، بحقن الدهون. حقن الدهون هو له وظيفه، وحقن الفيلر له بعض المناطق، ولكن عاده بالمجمل نحن بنحقن هذه المنطقه، فبنحقن ما يسمى عظم الخد لنعمل ليفتنج هذه بالفيلر اساسا، بالفيلر. فعاده ممكن تحقنوا هذه المنطقه. انت عم تستخدم ابره، فاكيد بده يسوي كدمه، فما تقولوا الدكتور زرقني او ما شابه ذلك. عاده هون شايفين انا ما عم بستخدم جوز، ما عم نشف. رح نعمل بعدها، رح نكمل بعدها مع ال رح كمل بعدها مع الديرما بين. عاده ممكن نحقن مثل ما قلنا خط الشعر في اخر منطقة هون، هذه اللي باقي شوي هي المنطقة النيزوليبيال. عادة لما بنعمل فيلر نحن بنرفع هون هذه المنطقة بالفيلر، فبنخفف الكمية اللي بدنا نحتاجها من الفيلر لحقن المنطقة او السلم بين الانف والشفة. اذا طبعا اكيد بالنسبه للي بيقول لك تخدير وما تخدير، في شيء اسمه كريمات اللي بنستخدمها نمبنس، تعمل نمبنس او شواش، شواش بالحس، مش بتخفي لك الالم، شواش بالحس، بشكل انه عاده لما بنحقن قد نستخدم التربيت. هذا التربيت شو وظيفته؟ التربيت الوظيفه تربيته نحس انه يا ترى هو الم ولا ضغط. مثلا رح احكي نكته على هذا المثال. مره في قطه وقعت من 10 طوابق، قامت فقدت ذاكرتها، قالت مدري ناو مدري عاو. هذا المبدا هون، لما بتضغط انت بتحس هذا الم ولا ضغط؟
هذا مبدأ شواش الحس. عادة مثل ما قلنا نستخدم عادة ممكن نستخدمه للشعر للفروة، رح استخدم بعدها درمابين، احكي شوي عن وظائف الدرمابين. نستخدمه للبشرة كمان بيساعد البورز المسام، بيخفف المسام خصوصا لما تستخدم معه الدرمابين. تمام، ممكن نستخدمه مثل ما قلنا للتصبغات، للتجاعيد الرقيقة، للسكارز، اهم شيء سكارز. سكارز عادة هون ممكن نحقن شوية بلازما. ومثل ما قلنا بالنسبة للمنطقة النازوليبيال، قلنا عادة المبدأ بالنسبة لرفع هالمنطقة بالفيلر. عادة للشعر ممكن نستخدمه لشعر الحواجب، عادة رح استخدم هون. هاد بالمجمل بالنسبة لحقن البلازما، تقريبا شايف انه ما بقي كمية تذكر بالنسبة لها، ما في كمية تذكر. رح حاول شوف عادة قبل الديرما بين. ممكن تستخدموا معه ميزو سيرابي، كذا نوع من الميزو سيرابي حسب المشكلة اللي انتو بتعانوا منها. انا باقي شوي رح احقنهم كمان بالمنطقة النيزوليبيال. هلا بالنسبه للدرما بين، مثل ما حكينا الدرما بين هي اله بسيطه، يعني شبهوه بالقلم، هو طبعا ادخل من القلم، هو اله بسيطه تعمل اما بالشحن الكهرباء او طبعا الباتري. يوضع عليها مجموعه من الابر، هذه الابر الى قياسات واعداد مختلفه. شو وظيفه هذه الابر؟ وظيفه هذه الابر تعمل ثقوب بالبشرة. ثقوب البشرة هذه طبعا تحدد الى عمق والى طول محدد. هذا الطول شو بيعمل؟ هذا الطول البشرة هون لما نحن بنثقبها رح يصير فيها فراغات، هذه الفراغات رح يحاول الجلدنا انه يسكر هذه الفراغات فبيولد كولاجين. توليد الكولاجين هذا نحن عم نعمل تحفيز لنمو الكولاجين بالبشرة. خلينا نركبها صح. طبعا في اطوال العلى بالنسبة للابرة، كل منطقة لها طول محدد. اذا تحفيز لنمو البشرة، تجدد البشرة، إغلاق المسام بيساهم بالتصبغات وشد البشرة. هذا بالمجمل بالنسبة للدرمابين. ممكن نستخدمه للمنطقة تحت العين، طبعا مثل ما قلنا يمرر على البشرة. في ناس اكيد ممكن ما تتحمل الالم عادة. انا تركيزي على المنطقة تحت العين مثل ما حكينا سابقا. قلنا ممكن نستخدمه للاشعر، لتحفيز نمو الاشعر.
عادة بالمجمل بنحاول انه الدم يطلع. ليه الدم بيطلع؟ لانه الجلد يقسم الى بشرة وأدمة، ابيديرمس وديرمس. البشرة عادة غير موعات، ما فيها اوعية. التغذية بتستمد تغذيتها بالتشرب من الأدمة، تمام؟ فلما نحن لما نثقب بالدرمابين رح نوصل نحن البشرة الأدمة تحتها أدمة شبكية وحليمية. شبكية غنية بالألياف الدموية وقليلة التوعية، الحليمية فيها توصل الأوعية من تحت الجلد وبتاخد شكل الحليمات. لما نحن منثقب، فنحن لما بيطلع الدم نحن ما بدنا يطلع الدم، ولكن نحن ضمننا انه وصلت الابر للادمي الحلمية طلع الدم، اذا معناتها توليد الكولاجين رح يكون على مستوى اعمق، تمام؟ هذه السبب انه نستخدم زومبي فيس ليفت. في بعض المشاهير مثل كيم كارداشيان تستخدم هذه الطريقة تقريبا، زومبي فيس ليفت. ممكن نستخدمها للبشرة، للجلد الوجه ولجلد الرقبة. طبعا هذا كان المجمل بالنسبة للبلازما والدرمابين. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم. أنا هلأ رح أكمل شوي بالدرمابين، المنظر شوي مثل ما قلنا حنحقن اوفر لنعمل ديستنشن اوف ذا سكين اندر اي. ممكن للشخص العادي ما نعمل هيك، فما تخافوا من المنظر. خلال 24 ساعة بخف التورم، ولكن الكدمات قد تستمر لوقت اطول. هاد كان الفيديو. ان عجبكم الفيديو شاركوا مع غيركم، لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس، اضغطوا على زر الجرس واعملوا لايك. اهلا وسهلا.